الخير. صباح النور. كيفكم اليوم؟ تمام. ان شاء الله احسن الاسبوع الماضي. ان شاء الله. ان شاء الله خلصت الامتحانات؟ لسه كمان يومين. كمان يومين اوكي، بس اليوم رح نبدا بالجيم خلاص اكيد. يعني حتى لو في امتحانات اتليست حاولوا بالبدايه نروح كم من يوم. اوكي. هلا اليوم كمان عبد الله وعماني صار لنا شهر بالدايت، فبدنا نعمل ملخص نشوف بهذا الشهر قد ايه نزلنا وزن، قد ايه نزلنا دهون، وهذا اكثر شيء بيهمني. بدي اشوف قد ايه نسبه الدهون بنزولكم، لانه هي اللي تاثيرها بيكون سلبي على الصحه، وهي اللي رح تعطيكم الوزن الزايد والشكل المش مقبول كمان اللي احنا بدنا نتخلص منه. اوكي. فرح نبدا هلا نعمل فول تيست كامل، عشان هيك بدي اياكم تكونوا بدون السوكس زي النورمال وبدون الشوز. اكشلي طلعت فايلك اول عبد الله، مع انك متشجع كثير. اوكي. انت الاسبوع الماضي نزلت كيلو عبد الله، هلا بدنا نشوف قد ايه صار الوزن هذا الاسبوع. اوكي. فيري جود. اكسلنت. هلا بدي تمسك هدول عشان نعمل الفاتس زي ما عملنا اول مرة. بيرفكت. اوكي عبد الله فيك ترجع هون. اوكي. هلا ما رح احكي شيء لنعمل التقرير كامل ونحكي المقارنه كامله، بس رح اخذ اماني كمان بنفس الوقت. اوكي تفضل. اوكي تمسكيهم بليز. اوكي ترجعيهم بليز. تفضلي. اتس فيري جود. هلا خلينا نحكي بالارقام بالضبط. رح اطبع لكم التقرير لحتى نشوف ونقارن بين اول ما بلشنا وهلا قد ايه صرنا. لساته بالاحمر بس. طبعا مش رح يتغير بشهر، بس اكيد صار في تغيير اكثر بالدهون. هلا رح اعطيك اياهم بارقام ونشوف ايش اللي بالضبط تغير عنا، لانه كان كثير اباف افريج عبد الله، فما رح يكون التغيير كله من اول، يعني لسه ما خلصنا، نحن بس قطعنا يا دوب اول خطوه من المشوار لتخفيف الوزن، فاكيد في تحسن واكيد في تحسن انت حاسس فيه كمان. اوكي هاي لاماني وهاي لعبد الله. هلا اماني نسبة الدهون كانت عندك 39.3%، هلا صارت عندنا 38.7%، يعني عندنا نزول تقريبا 6% من نسبة الدهون، وهذا نزول كثير منيح. بالنسبة للوزن كدهون كنتي 38.7 صرتي 35.5، يعني تقريبا 3 كيلو و200 جرام دهون صافي. اوكي. اوت اوف الوزن كامل اللي صرتي نزلتيه اللي هو 6.700 جرام، يعني تقريبا النص عندك نازل دهون كامل. طبعا لانه ما كان في رياضه في عندنا جزء بالعضلات كمان نازل، هلا بدنا نركز اكثر على الرياضه حتى نرجع نحسنهم اكثر. بس انا كمان مبسوطه من المي، لانه كانت عندك 43.5 هلا صارت 44، يعني شربك للمي احسن، عم بقل تحبيس السوائل بالجسم وعم بتصير نتائجك احسن. يعني اوفر اول بنطمن اول شيء انه نزول اللي نازلينه في منه جزء كبير كان دهون، وانت نازله هذا الاسبوع كمان كيلو، فصرتي توتال نازله 6 كيلو و700 جرام. Very good result. Keep up the good work. هلا نشوف عبد الله، كن مبسوط زي اماني كمان ان شاء الله. اوكي عبد الله نسبة الدهون نازلة عندك 1.3%، يعني كدهون نازل احسن من ما نازلة اماني، كانت 40.8 صارت 39.5. الدهون بالكيلو نازل 3 كيلو و200 جرام، من توتال الوزن اللي انت نازله اللي هو 4 كيلو و100 جرام. طبعا انا كنت حابه تنزل اكثر شوي، بس بعرف انه كانت فتره امتحانات كثير صعبه عليك. هلا اكيد الشهر هذا بدنا نستغله كثير منيح، لانه ما في امتحانات، بنقدر نركز اكثر على الرياضه ونركز اكثر على الرجيم. صح. اوكي. بس اوفر اول النزول كثير منيح عندك، نازل قلنا 3 كيلو و200 جرام دهون،
ونازل 4 كيلو وزن كامل، فنسبة الدهون نازلة أحسن عندك من أماني، بس أوفر أول كوزن أماني مثل نازلة أكتر منك. طبعاً هذا بيفرق حسب طبيعة الجسم، حسب شكل الجسم وكل هاي الأشياء، بس بدنا أجين تشد حيلك أكتر. إيش عنا كمان نزول بالمي؟ عنا كمان زيادة 1%، وهذا كمان تحسن إيجابي، وهذا أهم إشي. إنه نحن مش اللي عم ننزله مي، بالعكس إحنا المي عم بتزيد عنا، وهذا بتبدو تحسوا بنشاطكم اليومي بالبشرة مثلاً. أماني بتبدو تحسي إنه exactly، بتحسي إنه جسمك صار أحسن أكتر. أوكي، فبدنا نتابع أكتر بنفس النشاط ونفس الهمة، وهلأ بدنا نركز أكتر على الرياضة. بس توصلوا الجيم خلوا المدرب يحكيني علشان أقول له شو النظام اللي أنا ماشي عليه ونقدر نمشي مع بعض أنا وياه. أوكي good. أوكي هلأ نأخذ برنامج الأسبوع الجاي. اليوم اول يوم في الجيم لاماني وعبد الله المشاركين في برنامج خفف وزنك مع رزان على رؤيا. طبعا اليوم راح نقوم بفحص مستوى اللياقه البدنيه لهم الاثنين، اللي راح يبين لي من خلاله مستوى اللياقه البدنيه عندهم، اللي هو راح يكون مؤشر على البرنامج اللياقه البدنيه اللي راح احط لهم اياه الاثنين. وهذا راح يكون النتائج اللي بتطلع عندي في مستوى فحص مستوى اللياقه البدنيه، هي الاساس اللي راح ابلش عليه في وضع البرنامج اللياقه البدنيه اللي يتناسب معاهم من حيث مستوى الحجم ومستوى الحمل اللي راح يقدروا انه يعملوا. وان شاء الله رايحين في نادي فليكس ان نضلنا معاهم حتى نهايه المشوار لنحقق النتائج اللي استطعنا ان نحققها مع ريم المشارك بنفس البرنامج. وان شاء الله كونهم اثنين موجودين معنا راح يكون عندهم إرادة أكبر إنهم يشجعوا بعض حتى إنه يوصلوا للمستوى اللي بدهم إياه، أو حتى يوصلوا للوزن اللي بتناسب معهم، وإن شاء الله راح يكونوا قادرين على هذا الموضوع.